إذا مشاهدي شفتي تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات، كنحييكم ديال التواجد في هذه الأجواء المسائية العطرة بطبيعة الحال. إذا الإخوان والأخوات، صراحة لاحظوا واحد الملاحظة بأنه كما كتشوفوا معنا السماء حمراء، السماء حمراء أجواء ديال المطر، ولكن هذا اللون ديال السماء تقريبا كيكون غير في النهار، يعني كتكون كيكون فيها الغبار، كيكون فيها هذاك الشيء، يعني حتى الشتا كي كطيح كيطيح فيها الطراب الحمر كما كنقولوا حنا بالدارجه. ولكن يعني اليوم ما كانش النهار، ولكن كما كتشوفوا معنا ما عرفتش انا شنو السبب هذه الظاهره هذه ديال السماء كتكون حمراء. نتمنى انه شي واحد يفسر لنا هذه الظاهره ديال السماء حمراء بطبيعه الحال. كنحاولوا نقربكم الاجواء هنا في العاصمه الشرقيه، شوفوا معنا السماء كيفاش دايره اخوتي. الله ما عرفناش واش امطار رعديه ولا، نحاولوا دائما نقربكم الاجواء. شوفوا من هنا هذه الجهه عاوتاني، شوفوا السماء كي دايره. نتمنى ان شاء الله يكون خير بطبيعه الحال. يعني اجواء غريبه هنا بالعاصمه الشرقيه، شوفوا السماء كيفاش دايره. سماء حمراء الله يلطف. كما كتشوفوا معنا السماء كلها حمراء. يعني هذا بحال هذا يعني سماء حمراء هكا كتكون تقريبا كما قلت لكم انا غير بالنهار، حيت يعني الغيوم كتكون فيها يعني اتربه اعجاز بحال هكا، ولكن بالليل ما حيت ما كان الشمس اللي غادي تضرب كما نقولوا في الغيام غادي يبان احمر. عرفناش واش ضوء القمر ولا هاد الظاهره هادي بشكل كما كتشوفها معنا امام وفريم وجو الشتاء، ولكن السماء حمراء. شوف ها جو تاع الشتاء فريمون، ولكن السماء حمراء سبحان الله. ما سبحان الله قليل كي كتكون السماء بحال هكا، ما عرفتش انا شنو السبب، واش شي امطار رعديه ولا. شوفوا ها شوفوا حتى مع الاناره اللي ضربت التليفون ديالي كيبان لكم الضوء لتحت حمر. اجواء يعني اجواء غريبه. نتمنى ما تكونش غير شي امطار رعديه بحال اللي كانت المره اللي دازت. والعجاج، ولكن العجاج نورمالمون كي كتكون الشمس كتضرب كتكون ضربه في الغيام كيبان هذاك اللون الاحمر، لان الغيام كيكون مخلوط بالتراب. ولكن الغريب في الامر انه اللون احمر ولكن بالليل، يعني ما كاينش الشمس. هذا المعنى هذا هو اللي لفت الانتباه ديالي. كاين بعض الناس اللي راهم كيضحكوا، ولكن كنهضروا بجديه صراحه كما كتشوفوا معكم امام الكاميرا. حنا اللي حاضرين هنايا، يعني انا لاحظت هذه الملاحظه معايا شي اخوان وقلتها لهم، قلت لهم اودي شوفوا سبحان الله اللون ديال السماء كي راه داير، يعني احمر احمر. ماشي يعني اللي يقدر يفسر لنا هاد الظاهره هادي ماذا بكم اخوتي. يعني اجواء غريبه، شوفوا هنايا عاوتاني غادي نهبط غادي يبان لكم ها البنايات، شوفوا الفوق عاوتاني كي داير اجواء. جو اجواء اللي صراحه والله العظيم الى عرفناش واش امطار يعني فيها واش الغيم يعني في هذيك الاتربه ولا داكشي ولا شي حاجه ولا ما عرفتش انا. يعني هو كاين الغيوم ولكن السماء حمراء، يعني حتى من هنا غادي تبان لكم السماء حمراء. هاي شوف هنايا كي دايره. من هنا هاي من هنايا غادي تبان. شوف عاوتاني نديرو هكا شوف.
السماء حمراء. ما كانش ضباب كنقولوا في المدينه، ولكن غير السماء حمراء. ما عرفناش واش غادي هذا الضباب اللي غادي يهبط بلا شي لاميديتي تاع لاميديتي ولا كاين قليل في كتشوف بحال هذا، ولكن هذا النهار بزاف يعني بزاف كنشوفوا الغيوم وداك الشيء كيبان امر عادي، ولكن اليوم السماء حمراء بزاف كما كتشوفوا معايا. هاي هذه كنحاولوا نقول لكم الاجواء. شوفوا من هنا عاوتاني كي كتبان الضوء ديال لا ماشي الضوء ديال المدينه يا خويا، راه بعض المرات شحال من خطره كتكون الغيوم وداك الشيء وما كتكونش السماء حمراء، بالنسبه لك الغيوم عادي ماشي ضوء المدينه يا اخي. يقدر يكون مثلا الضوء تاع القمر ضرب بزاف يمكن. انا عندكم هذه الاجواء هذو كنشوفهم غير بالنهار كتكون كيكون الغيام، وهذيك الغيام كيكون مصحوب بالاتربه كنسميو حنا العجاج، يعني حتى المطر كي كيطيح كيكون كطيح فوق الطوموبيلات حتى الغبره، يعني الشتاء مصحوبه بالتراب كي كضرب فيها الشمس كتبان لك السماء حمراء، يعني ديال العجاج بهذا المعنى هذا. ولكن هذه بالليل، يعني هذا المقياس اللي كنهضر عليه انا دابا تاع الغيوم حمراء نورمال كتكون بالنهار، ولكن دابا ما كانش الشمس بلا كما كتعرفوا كتكون الشمس بزاف، يعني كي كيضرب هذيك الضوء كيعطي هذا اللون الاحمر، ولكن دابا ما كانش يعني الشمس. ما يمكنش الضوء لتحت ديال 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 ديال, ديال, ديال المدينه راه غادي يضرب في السماء امبوسيبل. يعني الأجواء نحاولوا نحلوا هذه الطائرة هذه، ولكن السماء كلها ها اصبر واه غادي تليفونك تليفون كاميرا 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 ولكن ما كيكونش هذا اللون حمر بزاف اخويا احمد، يعني اللون حمر بزاف يعني السماء حمراء بزاف يعني واحد الدرجه كبيره ماشي السماء كي دايره ليه عاوتاني ها السماء ديال البلديه واه ديال البلديه واه شوف هنا كاع حمراء هاي كتبان عاد اكثر لا تبارطاجيو معنا مباشر غير باش الا كان شي واحد اللي يقدر يفسر لنا هذه الظاهره هذه مدى بينا حتى حنايا. كيقول لكم والظاهرة كي دايرة هكا السماء البارح البارح في أكادير، ها هو السيد قال حتى السماء كانت هكا البارح في أكادير.
شنو كيقول لك؟ كلي يقول لك عجاج، كلي يقول لك راه الظاهره كانت بحالها نحاولوا نقربوكم من الاجواء اللي تشوفوا معناها. لا لا بالعكس بالعكس، المهم انا هذا الشيء هذا اول مره كنشوفه ما نعرف. نروح الجهه الاخرى باش تشوفها. شوفها شوفها هنايا الظاهرة هذي، شوفنا انها واحد صديق قال لك تكون رياح مسحوبة بالغبار تقدر. انا قلت لكم انا السماء كيكون هكا بالنهار، كنهضر على النهار بالنهار يعني كتكون ضربه فيها الشمس كتكون الغيوم محمله بالغبار، ولكن دابا ما كان الشمس والسماء كما كتشوفوا معنا حمراء. رحيم احمد كنشوفو معانا كما راكم متبعين. وشوف زعما شوف محال ما نعرف. شوفوا الجهه الاخرى، الناس اللي ما شافوش شوفوها، شوفوا السماء كي دايره اخوتي. شوف هنايا يعني جو بشكل بزاف كاع، من مدينا هنايا شوفوا غادي نديرو هنايا وغادي نطلعو هكا. شوفوا كتبان واضحه جدا، زعما الحرائق زعما الحرائق راه في الجزائر جايه قريبه للمغرب من هنايا؟ واش قريبه قريبه للمغرب؟ التعليقات تقدر زعما تصور لي هذا الشاشه؟ صور لي هذا زعما الحرائق. شوف لا ما كاينه شي حاجه، اما الحرائق تاع الجزائر ولا المهم شي حاجه كاينه شي حاجه ماشي هذه. انما واخا كتكون شويه حم شويه حمراء ماشي كاع هكا ياك. بزاف تاع الاخوان كيقول الحرائق اللي في الجزائر، واخا حتى تخرج من المدينه راه نفس الشيء. غير باش نقول لكم اخوتي راه نفس الشيء، ولا خرجنا من المدينه راه كيكون كما كنقولوا حنايا الحموريه واضحه بزاف اكثر من هكا. غير باش تعرفوا صافي شنو كاين من السماء الحمراء كتكون واضحه اكثر، لان علاش كتكون في واحد البلاصه اللي فيها الظلام
كيبان لك داك الشيء مزيان واضح جدا. سميح دارت الفلو وتشاهدوا التلفزيون البرتغالي عايش. دخان غابات راه قريب نوجده الله يلطف. يعني كما راه من الاخوان اللي كيقولوا يمكن الحرائق تاع الجزائر هي اللي راه دايره هذا السبب ديال هذا السماء الحمراء. كما كتشوفوها كنحاول نقربكم اكثر واكثر اخواني اخواتي. كيدخلوا الاخوان الجزائريين كيقول لك اودي راه الحرائق اللي وقعت عندنا يمكن هي السبب في هذا اللون السماء الحمراء. بزاف تاع الناس اللي كون في رمضان هذه القضيه التلفزيون والاذاعه البرتغاليه تحذر من اقتراب من السواحل. هذا واحد الاخ كتبها قال لك حاجه تكون امطار غزيره على ما اظن. يا في العشيه كان الاعجاز فريمون صراحه كان الاعجاز. يقدر يكون الغبار ديال هذاك ديال الحرائق تاع الجزائر. بزاف تاع الاخوان اللي قال لك اودي راه كاين حرائق في الجزائر. كان في السطات يمكن في السطات قالوا لي كان شي حريق ولا شي حاجه في شي سوق ولا شي حاجه.